بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة أرحب بفضيلته وأشكر له تفضله بهذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، لا يزال الحديث موصولا حول إقامة صلاة التراويح بالنسبة للمرأة، وثمة بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. بالنسبة للدعاء في أثناء القنوت، وكنا بالأمس قد تحدثنا عنه، هل مسح الوجه بعد الدعاء مشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وردت فيه أحاديث، إلا أنها أحاديث ضعيفة، كما نبه على ذلك أهل العلم. فالأولى عدم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وإذا فعله أحد فإنه لا ينكر عليه لما ورد فيه من أحاديث وإن كانت ضعيفة، فلا ينكر عليه، ولكن الأفضل ألا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول بعض النساء: أسمع عني البكاء والتباكي في أثناء قراءة القرآن أو سماعه، فما الفرق بين البكاء والتباكي؟ البكاء هذا بكاء حاصل. نعم. حاصل بنفسه دون أن يتطلبه الإنسان، ويكون من خشية الله سبحانه وتعالى. وأما التباكي فهو محاولة البكاء باستحضار القلب وتدبر القرآن، فيحاول الإنسان أنه يبكي لما في ذلك من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. الله بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل هناك ذكر مخصوص بعد صلاة التراويح أو قيام الليل على المسلم أن يلتزمه؟ وكما سبق في بعض الحلقات أن صلاة التراويح ستختم بالوتر. نعم. وإذا ختمت بالوتر فإنه يقول بعده سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يقول ذلك ثلاث مرات. نعم. أما أن يكون بين التراويح، بين تسليمات التراويح أذكار، فهذا مبتدع. فما يفعل في بعض البلاد من أنهم إذا سلم الإمام من تسليمتين يرفعون أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بأنواع من الأدعية، فهذا بدعة لا أصل له في الإسلام، وكل بدعة ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ، في أثناء الخروج من المسجد أحياناً يحصل ازدحام للرجال والنساء، ما المشروع لكل منهم؟ من يتأخر، من يتقدم؟ السنة أن الرجال يتأخرون. نعم. حتى لا يدركوا من انصرف من النساء، كما كان الصحابة يفعلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنهم يتأخرون حتى تخرج النساء ولا يحصل الاختلاط. نعم. أيضا هذه تقول فضيلة الشيخ: أنني أشاهد بعض النساء في أثناء خروجهن من المسجد، ولشدة الزحام ربما كشفت إحداهن عن وجهها بحثا عن محرمها، فما توجيهكم لمثل هذا؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ومحرمها تعرفه أو تدركه بدون أن تكشف وجهها، لأنها ترى من وراء الحجاب، ليس الحجاب ساترا للبصر، فهي تبصر من خلاله، فلا حاجة لكشف الوجه. وإذا استدعى الأمر كشف الوجه فلا تخرج من بيتها إذا لم تلتزم بالحجاب، ومن ذلك بل أولى الحجاب ستر الوجه، فإنها لا تخرج من بيتها. نعم.
بارك الله فيكم. في المقابل فضيلة الشيخ، أيضا تجمع الرجال ربما أحيانا لا يليق عند باب النساء انتظارا لنسائهم، توجيهكم لهم أيضا. وهذا أيضا من المحاذير، فلا يجتمع السائقون أو المحارم اللي ينتظرون النساء لا يجتمعون عند باب المسجد الذي تخرج منه النساء، بل يكونون بعيدين عن ذلك، وكل تذهب إليه محرمه أو يتفق معها، يتفق معها قبل أن تدخل المسجد على مكانك، فيقول سأقف في المكان الفلاني أو أنتظرك في المكان الفلاني، ويكون بعيدا عن باب خروج النساء. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول إحداهن إن جماعات المتأخرين عن صلاة العشاء يشوشون علينا عند قراءتهم الجهرية، فبماذا تنصحون الإخوة الذين يتأخرون عن العشاء طلبا للصلاة مع إمام صوتي حسن أو جيد؟ الأفضل والأبعد عن التشويش أن من جاء والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء أنه يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية الفريضة. نعم. فإذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي من صلاته، هذا هو الأفضل. الحمد لله. وليحصل على الجماعة، وأبعد عن التشويش. نعم. الحمد لله. ولو وجهتم بارك الله فيكم الإخوة المستمعين على فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام. نعم، هو كما تفضلتم، المطلوب من المسلم أنه يتقدم إلى المسجد ولا يتأخر، لأن بعض الناس خصوصا في رمضان يتأخرون عن الحضور لصلاة العشاء ولا يحضرون إلا إذا شرع الإمام في التراويح كما جاء في السؤال، وهذا غلط، غلط كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أصحابه تأخرا قال تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراء من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي رواية حتى يؤخرهم الله في النار، لأن الشيطان لا يقف عند حد، فيؤخر الإنسان حتى تفوته تكبيرة الإحرام، أو حتى يفوته بعض الصلاة، أو حتى تفوته الصلاة، ثم في النهاية يقول له لا تصلي، يمنعه من الصلاة ويزين له ترك الصلاة، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان حتى يخرجه من دينه، فإن لم يستطع إخراجه من دينه فإنه يحاول أن يحرمه من الأجر ومن حصول الثواب مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالذي ينبغي للمسلمين أن يبادروا إلى حضور المساجد دائما وأبدا للصلوات الخمس، ولكن في رمضان من باب أولى، لما في ذلك من زيادة الفضل، ولما في ذلك من أن صلاة العشاء في رمضان تقدم أكثر، يعني أسبق من صلاة العشاء خارج رمضان، لأنهم سيصلون التراويح يحتاجون إلى وقت، يحتاجون إلى توفير الوقت لصلاة التراويح، فينبغي احتساب هذا الأمر والتبكير بالحضور لصلاة الجماعة. وإذا يسر الله له وهداه زيادة في حب الخير فأيضا لصلاة التراويح بعد الفريضة، حضوره لصلاة الفريضة هذا واجب، وأما حضوره لصلاة التراويح فهذا مستحب، فيجمع بين الفضيلتين، حضوره لصلاة الفريضة وإدراكها، حضوره لصلاة التراويح. نعم، بارك الله فيكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. تقول إحدى النساء أصلي التراويح في المسجد وأحضر الشفع والوتر، وعندما أقوم للسحور آخر الليل تتوق نفسي لاستغلال هذا الوقت العظيم وأرغب في صلاة ركعتين أو أربع، فهل لي ذلك مع أني أسلفت بأني قد صليت التراويح كاملة؟ نعم، لا بأس إذا صلى الإنسان في أول الليل تراويح أو غير التراويح. نعم. صلى صلاة نوافل في أول الليل وأوتر بعدها. نعم. ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، لا يكرر الوتر، يكتفي بالوتر الأول. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. نعم،
بارك الله فيكم وفي علمكم وفي عمركم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.